صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 123 لسنة 2021 بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة ممتلكات البحرين القابضة شركة مساهمة بحرينية مقفلة جاء فيه يكون وزير الماليه والاقتصاد الوطني هو الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركه ممتلكات البحرين القابضه شركه مساهمه بحرينيه مقفله المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركه